مش حلوة كاسة وقلبي مسامحهم وبغيت أنا أحرق أمي مشات وخلتني بي وأمي مشات وخلتني وقد نزبع عجر قوت حقاها واللي اتلاقات ما تقول لي صار ما كنت تاكل تقول لا تولي تاكل واللي اتلاقات ما تقول لي ما كنت قليلة واللي اتلاقات ما تقول لي بعمك وما كنت قليلة ودعي بابي ودعي بابي عمك ربنا كاملين ودعي بابي ربنا كاملين الوريدات عزاز غالين انا كنقول لهم الوريدات عزاز غالين الورد والوريدات الرجاله والعيالات كي دايرين لاباس عليكم بروح عواشركم تعاوشروا تعاودوا كل عام يجي يلقاكم على خير وبخير في احسن الظروف والاحوال ان شاء الله وكما كتعرفوني انا راه متشاركه معكم كل شيء سنه الرحيل هاد من شعبان ولا معك من رجب وانا كنمشي عند الحباب وعند الصحاب والاصدقاء اليوم جيت وجدتكم معايا ومرحبا بكم عند لاله ساره بنتي حتى هي راه بنيتي كتعرفوا في كلكم بنيات المغاربه بنياتي كاع اللي بغاه قلبي راه كيدخلوا يصد عليه ويلوح ساروت جيت عند مسكينه شفت واحد فيديو مريضه والله القسم راه شوفوا وجهها مسكينه بقر الدم وراه دخلوا عندها وشوفوا الفيديوهات ديالها دخلوا عند ساره وغتشوفوا الفيديوهات ديالها ساره ام السعديه ها هي راني جيتكم معايا عندها ان شاء الله تبارك الله العواشر. أنا السعدية السلام عليكم واش اخباركم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير باحسن الاحوال عواشركم مباركة تخلي علينا وعليكم الصحة والسلامة وطول العمر ان شاء الله. الحمد لله كل مرة فاش كيجي رمضان كنكون فرحانة بزاف. علاش؟ حيت كنلقى فيه أمي السعدية ان شاء الله طول ربي في عمرها وكذلك والدي الله يطول في عمرهم. وخالتي خديجه مرحبا بيا عندها ومرحبا بكم عندها وهذه الدار ديالها والدار ديالكم. مرحبا بك الجنة. لاله سعاد. قولي للوريدات مرحبا بكم. مرحبا بهم راه عزيزة عليهم اللي شافوك معايا في ذاك الفيديو كيبقاو يسولوك عارفينك مريضة بحالك كيبقاو يسولوك فين أمي السعدية؟ أمي السعدية بانت معاك ديك المرة وكنقول لهم راه الوقت راني نبغي نمشي عندهم الوقت. إيوا مسكينة ها هي أمي السعدية راكم عارفين الحنيق على قدها. ما تقدرش مسكينه تهضر ولكن راه تبارك الله عقيلها والسمع والشوف تبارك الله ما شاء الله رد البال ساره ورد البال هادي رد البال لها وهادي رد البال لوليداتها راه هادي دابا ولات بحال امها ولا جداها ولا جدات وليداتها تضرب دراري تعايرهم ما تخلي ما دير يعني راه وليداتها ومرحبا بكم معايا عبد ساره هي مسكينه شوفوا مريضه وناضه ترحبت بينا وما خلات ما حطت ما خلات ما وجدت وقلنا لها جينا نشوفوا لله في سبيل الله ونبركوا معاها ومسكينه ما خلات ما حطت والله قسما ثم القهوه الحلوه هذاك الشيء تاع قالت لي راني كاع ما ناكل كوليسترول وقالت لك لا خالتي خصك تعلميني وبغا دير العشاء وقلت لها والله ما ديري لا مازال ما تعطيناش بكري والله لا لا ما داوي غتبات تبجلناش دواياتنا دواياتنا رانا وبنتي ولينا دابا الدواء ولا الدواء راه ضروري خاصو لا ان شاء الله شوفي باقا الجايات ان شاء الله اكثر من رايحين واش الدواء ديال النعاس عندي البراس لا ماشي ديال النعاس ما بقيتش كنشرب البراس ما بقيتش كنشرب ياك دابا باقي لا سيمانه غنرجع للطبيبه باش تحيد لها هذا الشيء واش عطاك شي حاجه قل منه ولا كنت تقولي تعطيها على الناس دابا كتنقص الراس دابا خمسه النقطات ديال 12 ما بقاتش كنشربهم كنشرب غير جوج فيهم اش كيديروا ولاد الحمار؟ باش كيعاد نوض نعس تنعس في الليل اجي حبيبه ايوا هادشي اللي كاين وعواشة مبروكه وكنتمنى لكم الصحه والسلامه وطولة العمر والله يا ربي تحد الباس يا ربي تشافي اللي مريض وترحم الاموات ويا ربي تعطف القلوب
الحباب والخوت والصحاب، وسيروا عند بعضياتكم، راه ما غتعيشوش جوج مرات، راه غنعيشوا مره وحده، راه العمر راه كنعيشوه مره، راه الموت وحده، راه الحياه قصيره. الله يجازيكم بخير. انا راكم كتعرفوني راه ما كنخافي حد، راه عائلتي غيشوفوا هذا الفيديو، خوتي وخواتاتي غيشوفوا هذا الفيديو، وإلا كذبت ينعلوني في 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 تعالي. انا ما كنخافي حتى واحد، انا الحمد لله اللهم لك الحمد ما تخطا في حد ولو خطأ في الناس، كندفع الباب وكندخل، كنقدم وكندخل، ما نقول هذا جا عندي ولا ما جاش عندي ولا جاب ليا ولا ما جابش ليا، انا داك الطمع بيني وبينه على الخير والاحسان. انا الانسان عيجي عندي، وديك الضحكه اللي يضحك ليا ويدخل عندي ونرحب به ولا نجي عندو انا ويبتسم، غير يبتسم ليا في وجهي ما يحط ليا والو، ويجلس حدايا واحد خمسه دقائق ولا 10 دقائق ونجي بحالي ونجي فرحانه. هذاك هو، انا ما تناكلش اصلا، تناكل لا اللحم تناكل الخير، ها هو ها هو كلي طيب ديال الباريزيان، راه قال لك شد خبزتك وطلق عبستك، يعني الحك في وجهي وشد داكشي اللي عندك. دخلنا عليكم بالله رمضان هذا، توحشنا اللمه، كانت كورونا كنبكي وكنقولوا يا ربي يرجع المال مجراه والعبد المولاه ونعاود ثاني نتجمعوا ونمشيو عند الحباب. مشات كورونا كان بنادم داير عصبه ما بقى والو، عاودوا تجمعوا سيروا عند بعضياتكم، راه الدنيا فايته، راه والله القسم صليوا صلاتكم زكيوا زكاتكم صدقوا الصدقه داكشي اللي عندكم. انا راكم كتعرفوني راه عندي غير الله سبحانه وتعالى ومعايا رضاك الوالدين وصيد ربي ودعيوات الغريب هما اللي معايا، راكم عارفيني فاش خدامه معاوده لكم كل شيء، عارفيني شحال تربعه، ولكن معايا الله ورضاك الوالدين. وهاد القناه راه قناتكم، وانا درتها كما قلت لكم باش نعاون راسي والخليصة، انا باقا تنقولها ونعاودها، كي جاتني ديك 800 درهم راه حيدت منها 300 درهم. ها بنتي تقول يلا مسك هالسيده اللي كانت تهضر معايا مسكينه دابا هي وبنيتها، شي تعدى حتى البير جديد راه غتشوف الفيديو تقول يلا مسك خير، هي هضرات معايا بأي وبنيتها دابا مسكينه. كنقول درت هاد القناه انا احتاجتها انا، ولكن بغيتكم تعاونوني غير في قناتي، طلع ليا وديروا سميتو الكومونتيرات ولايك باش يتشافوا الفيديوهات، وداك الخليصه اللي تجيني منها قسما بالله انا مع موعد الله وموعده اول لايف درته مع شوف تي في، قلت لهم الثالثه ديال داك الفلوس واخا تجيني 10 20 داكشي اللي جا الثالثه ديالو نصدقها. انا ماشي غنقول لكم راه زايده فيا، فعلا زايد فيا داك التولو، ولكن انا بغيت نصدقه، بغيت نصدق هذاك التولو. البنيه مسكينه الله كتهضر معايا هي وميمتها، حتى هي كتقول لي قاضيه بحال وليدات بناتي، كيقول لي قاضيه ما عارفش يقولوا خديجه كيقول لي قاضيه، حتى هي مسكينه تقول لي ميمه قاضيه بغيت مونيكا، بكاتني ديك النهار أمي ما قاضية توحشتك بغيت دانون وبغيت بيمو وبغيت مونيكا، كيفاش تحسوا؟ بنية عندها 3 سنين ونص مسكينة طالعة في 4 سنين، الأب تخلى عليها، الأم مسكينة كتبغي تمشي تخدم ما عندهاش لما تخلي البنية والوليد عندو عامين. الله يجازيكم بخير، اللي قد على شي خير يديرو، راه ماشي راه كنقولها لكم دايما ماشي تتكونوا لاباس عليكم، وماشي من القليل من القليل، كما تيقول واحد مثال عدي بالنعالة تيجي بلا صندالة، لا عطيتي من القليل ربي غادي يخلقوا لك كثير ان شاء الله. خذوا مني هذه النصيحه، راه هادشي اللي كنعاود لكم انا راه حيت عشتو ومجرباه، راه كنكون حاطه دغيمه الخبز ونشوف شي حد ما عندوش كنقسمها معاه، نكون غادا في الزنقه ولا هذا هكا درهم 10 دراهم عطيها ربي غيخلفها لك، 1000 فرانك تعطي منها 100 ربي غيخلفها لك، غيعوضها لك، يعوضها لك في الخير، يعوضها لك في بنياتك، يعوضها لكم في وليداتكم، يعوضها لكم في صحيحتكم، راه أي حاجة مشات الله سبحانه وتعالى ما كتضيعش ليكم، ولو يدير فيكم بنادم الخير، ما يديرش فيكم الخير، ولو بنادم يقاطعكم، ولو بنادم يعيركم، ولو كنتم نتوما أحسن منه، ماشي في الزين، أحسن منه في الأخلاق، وفي الدين مع الله، وفي الصواب، وفي التسامح، راه هذا شهر الغفران، راه ماشي كنصوموا حيت ما ناكلوش، نقطعوا الجوع، لا، راه كنصوموا الجسد ديالنا كله، بعينك، بفمك، بيدك، برجلك. كلك خاصك دير الحسنات هاد الشهر، حنا خصنا نديرو هادشي دائما، ولكن نحتارمو غير هاد شهر الغفران. الله يجازيكم بخير، الله يرحم ليكم الوالدين، وسمحوا لي انا راه هادي هي هضرتي وهذا هو كلامي، وقال لك واحد المثل اللي بغيتي يعطيك اتساع صاحي صاحو، الا جيتي لبنادم الصراحه راه حتى واحد ما يدق بابك، الا كنتو صاح اللي صريح، انا نقولها لكم من هاد الفيديو هذا، اللي صريح واللي قابل طريق الله
واللي ما كيبغيش النفاق والتحرميات راه ما يبغيه حد، ما خبل اللي بحاله اللي بحاله. انا كنقول لكم هذا الكلام، واللي هذا راه غادي يجاوبوني في الكومونتير. وشكرا لكم، الله يجازيكم بخير، ودخلنا بالرحمه وبالعفو وبالرزق وبالصحه ان شاء الله يا ربي. هاد الدخله ودخلت هاد الدخله وجايه وكندعي معاك، الله يجعل ربي يشافيك ويعافيك ويعطيك القبول ويزيدك مقبوله ويزيد قبول في قبول. الله يعطيك نور في نور، تي منوره الله يعطيك نور في نور. الله يخليك ميمتك وباباك، وما يخلي لك امي زهراء، امي سعديه، راه واحد المراه عزيزه عليا مسكينه الله يرحمها. دابا دائما فنبغي نقول الحنان امي سعديه، نقول لها امي زهراء الله يرحم جميع الاموات، والله يرحمها مسكينه تاهي في هذا النهار. الله يطول في عمر امي سعديه، والله يعطيك صحيحتك، وان شاء الله ان شاء الله يا ربي تعاس معايا بعمره وحجه. وقلت لها ما كرهتهاش وبغيتها ليا ولك ولجميع المسلمين، حيت ذاك المقام تا واحد ما تا واحد ما كره. وهي مسكينه قالت لك راني ما عنديش والصحه، قلت لها انا بغيت ان شاء الله يا ربي شي محسن، شي محسن ولا محسنه ويشوف ام السعديه، قلت لها ويدير لك عمره وراك يجيبوا ذاك الكافيل ويهزك بالكروسه ويطوفك ويدورك ويجيبك تل 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 لهنا. راه كاين هادشي اخوتي، اللي بغى الاجر واللي بغى الحسنه واللي بغى يشري جنته يديو ام السعديه مسكينه يديروا لها عمره. الله يجازيكم بخير. واخا ساره نقول تمشي معاها، ساره مسكينه وليداتها صغار ما عندهاش اللي ما تخليهم، راه حتى حاجه ما بعيده عند الله، كل شيء قريب عند الله. واللي بغى يشري جنته راه عطى الله اشنو يدير. الله يجازيكم بخير، شكرا لكم ومبروك عواشركم باش ما تمنيتو، والله يعطيكم الصحه والسلامه. دابا راكم كتفرجوا ديروا واحد لايك والبارطاج على الاهل والحباب، وديروا واحد الاجر في هاد العواشر، ودخلوا عند ساره ام السعديه. دخلنا عليكم بالله، انا واخا ما عنديش الناس بزاف، قانعه داكشي اللي عطاني الله. اللي دخل عندها كل خير الحمد لله، قولوا لي رجينا كل خير تبارك الله. شوفي خالتي حديقه تبارك الله، هما مالين الخير، شي يكونوا غير 10 الناس يكونوا كيبغيو احسن لك من الاف وكونوا نافقوا. ما شاء الله. وتحيه حتى للمنتقي ديال ما شاء الله، راه هما اللي كيبقايو هما اللي كيديروا لك متابعه كامله مشاهده كامله. وي الحمد لله المنتقي كيدير لكم خصو يعرف كل شيء. هذا كتقبل سميتو قلت لكم البنات، المنتقد هو اللي كيدير لك واحد المشاهده كامله، خاصو يشدك يشوف لك ديك داك الخطا، خاصو يسكر والو. تحيه للمنتقدين، تحيه للناس اللي كيبغونا، راه ما غنشكروكمش، راه الدار داركم والقناه قناتكم. راه قولي لي يما دعي معاها مشي دعي يما امي امين 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 يا ربي. ادعي لي مع بنيتي تاهي الله يسهل عليها، الله يخلي عليها الايمان وعلى بنية جميع المسلمين والمسلمات. وهاد العواشر اللي ماده يدها الحنه يا ربي تسهل عليها، ولد الناس اللي مقبلين على الامتحانات الله يسهل عليكم، تفرحوا والديكم ان شاء الله يا ربي، وكل من كيتمنى شي حاجه يا ربي تسهل عليه. وباي باي والسلام عليكم. مسعدية ضربت الرش، احنا جينا بسلامة، الله يتاوي اللامة، احنا جينا بسلامة، الله يتاوي اللامة، العزيز على مينتو عمره ما يتخس، مسكينة.